الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. الإسلام يجزو نيزيغو إيشات. الإسلام هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان. المرتبة الثالثة الإحسان. إذا الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. الإسلام يجزو نيزيغو إيشات. الإسلام إسلام إيمان وكبيرة إحسان. الإسلام خمس أركان. إسلام كبير جزء من ينجشة. والإيمان أركان الإيمان ستة. إيمان ليه كبير جزء من ينجشة. والإحسان ركن واحد. إحسان ليه كبير جزء من ينجشة.